في الوقت الذي كان يتخوف فيه رئيس الحكومة من شلل يتهدد حكومته، كان العماد ميشيل عون، وهو المعني الأكبر بالاعتراض على الصلاحيات وإدارة عمل الحكومة، يعلن من عين التين أن الأمور ستنتظم في القريب العاجل حيال عمل مجلسي النواب والوزراء. الترجمة العملية لكلام عون بحسب المعلومات أن يكون الحل في الحكومة صورة طبق الأصل عن المجلس النيابي، وأن بري وعون اتفقا على صياغة آلية لتحديد الضرورات التي يجب أن تطرح في الحكومة كما في المجلس، آلية تحتاج بالطبع إلى توافق كل القوى السياسية الأساسية. نحن ما عندنا خلاف مع رئيس الحكومة على شو هي صلاحيته، نحن اللي عم نطلبه منه اللي كان هو دايماً عم بيطبقه هو أن نكون متوافقين ويكون في وفاق على التعاطي بهالمواضيع، شو هي أولوية وشو هي ما كيف يعني؟ يعني بده ياخذ رأيكم بأي أمر بده يطرحه بجدول الأعمال، شو يعني ترجمة هذا الكلام؟ نحن ما عم نقول رأينا، نحن بنرجع بنقول أنه هيدي عم نتفق عليها وفاق وتوافق، وفاق وتوافق ما بتكون بس التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة، بتشمل الأفرقاء الأساسيين على القليلة بالسياسة، لأنه اليوم كيف بدها تتعطل الحكومة إذا تعطلت؟ بتتعطل بالسياسة، لأنه بالدستور وبالقانون له حق رئيس الحكومة يدعي وله حق يحط جدول الأعمال، ولكن إذا ما في توافق سياسي على اللي عم يعمله ما بتمشي الحكومة. مين بيأثر على بقاء الحكومة أو ذهابها؟ الأفرقاء السياسيين الأساسيين. من هون أنا بقول هيدا التوافق وهيدا الوفاق لما يوصل معالي وزير الخارجية بتأمل أنه في تنقول بوادر حلول ممكن تنطرح. بوادر الحل قد تكون لها علاقة بجرعة الأمل التي تلقاها الجنرال من حليف الحليف في موضوع الرئاسة، فتنعكس ارتياحا في نقاش آلية عمل الحكومة، والمؤشر الأول يكون في تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء. اللي أنا بعرفه أنه تقريبا توصلنا على هالتفاهم أو على روحية هالتفاهم، إذا قدروا خلصوا بعتقد أنا الأسبوع القادم بيكون عم يشهد بتكون حلحة. جلسة حاسمة يعني الأسبوع القادم بتأمل إذا فيما يتعلق بآلية إدارة العمل الحكومي ضمن النقاط اللي حكيتك عنها. في النهاية هل هو نقاش دستوري بحت أم أن النقاش في آليات العمل الحكومي والبرلماني ليس إلا ورقة ضغط في يد فريق الثمن من أدار ومعه التيار يستخدمها في التفاوض على الملف الرئاسي؟